وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة إن شاء المولى إن شاء الله تعالى وعند سيقك بالله بنا آيات أفرتني اللح إلى آيات كنتني التضبع وسورة المائدة إن بدن وحلنا الشيغي خيانات اليهود والنصارى وإن بدن الشيغي الله سبحانه وتعالى سيدي حق أقرى مرسنايين سيدي أي دين توضى الدنيا درتها أقرى لحدين إن بدن بها اللي نقبر رجيين ويحكوا واجبها القرب مرين مكا أنبياء دي خير بنو إسرائيل وإسراء راعيسا مدبن نبي بن نبي بكدن بي أما أنبياء دورة يا إسو إيماني قال له عليه وقفينا وحن راعيني على آثارهم خات كودي أنبياء دي خير بنو إسرائيل خات كودي أما الدبادون بعيسى بن مريم عيسيه إنا مريم هذا مصدقا حاله عيسى فميي لما بين يديه ويحكوه الرئيو من التوراة عيسى توراة بو فميييه إنجيلي علم قولي أهبه وضطين لكن أصلاحان توريد بورهميي كنا دغمي كيري توحيدهان إيا حقاس واتيناه عيسى وحان سيني وقال لي لأل إنجيلة كتابة إنجيل لي فيه إنجيل وحا كسوغنا أما كسوغن هدن هانون لغو هانون يو النور افتين لغو افتين ساد وعلم واضحة ومصدقا حالة أورهميي لما بين يديه وحكوه الرئي وإنجيل بار رمينة كتابك إنجيل رمينية وحكوه الرئي من التوريات أو مركاه رئي عيسى التوريات رمينية إنجيلين التوريات بار رمينة إسكو السبع أردقين هنا أيالان وودن حالو هنوية هي وموعدة وعدي للمتقين قوى الله ذاك بقاه الله سبحانه وتعالى ربنا إسرائيل وحي لقم من يستيوه وها أن بيفر بضن إن الله كان يستيبتشوه إلى النبي عيسى لقيسه وقاره نبي عيسى نوضع عصب لما إيمانين وضع دي هراء التوراة دي أهيد التوحيد كأهيد حق أهيد بقول لي يمي دين تي إنجيل هيدا عيسى لسيينة إسال التوراة دوحي كهل ليسا وما كهل ليسا ووعدي داد كمتقين تايسا وعدي وطاي التوراة دي لكن ولا تحريفيو هذا التوراة دا أقران أما إنجيش أقران ما أهمد معنا له ما أهم ولا تحريفيي بالمثل لو رسديتهن سنو أما صدح بقوله سنو يقول هذا النصارى به يدين تكون رغم كيرين نبى مرك خيانة وصار له قالوا يكبد ذلك وقفينا مرك ومن نشجع الله من نشجع أن يغيب إسرائيل سيدا أبي هذا الله قرون هذا ودعاء فرب هذا الله صار ذلك تم بدم بلغ لها وقفينا وان راعني على آثارهم آثار أنبياء بني إسرائيل خب إسرائيل أنبياء دفعت كودي عيسى بن مريم راعني بقول لي مصدق الحال عيسى رميجي لما بين يديه وحكوه الرئيو من التوراة التوراة سيدة يحيط بأوقاتي أرمي واتينا مركا وحبي كوكا لبدلينه ميلو كوكا لبدلينه توراة إنجيل واتينا التوراة هو أنبياء في بني إسرائيل كتابتي وحكو حكومة جرين يا علماء دار واتينا هو سين عيسى الإنجيل إنجيل بان سين فيه إنجيل دحديث وحاءه هدى هانون يعني وحلو هانون أو حقه يو النور الافتين وعلم واضح هي معجزات باه ومصدق حاله وفميه بان انجيل سيني انجيل بالغ حالين يبا بين يديه وحي كوري من توراته وكتاب انجيل هو وفميه توراه سدا اهيد بو دغن يا وحي تلماميس بو تلمامي اسمه قر مرسنا ودن حاله هنويا هي وموعده وعد للمتقين وكذلك الدين الانبياء كل وحي اسكو وافقسينه وحيابها وقت لا سوده يو ميش لا جوغي بيئه لا سوده موياني توحيدك يا أخلاق ذا ويسكر عسينه وكي نبي الله محمد الله نحن أولاد علات ديننا واحد علاد وحال إلى عرورة كالبه ذا اسكو آب ذا لكن كالبه ذا مالك معناها كالدين بانون هاي الدين تي لكن واسكو مدن دينت واسكو هلو الله وحليه وليحكم هكو حكمان أهل الإنجيل إنجيل أهل كيد بما كي أنزل الله ألا سود جي فيه إنجيل كو سود جي وحكم هكو كالحكمان وما لم يحكم قف كان كحكم أما عدان كحكم بما كي أنزل الله ألا سودجي فأولئك قوة هم الفاسقون قوة عادي كبحيو حردي الله كبحيو وفاسقون فاسق واحد ديرق أبالين بك أهل إنجيلي إنجيلها إسكو حكمين معنى هذا ماها ومباهنا الدين كان كليب محمدي فرغان ومباهنا يقول الدين توضاها إسكو حكمين ماها إنجيل شيء إنجيلي أهل إنجيلي إنجيلها إسكو حكمين بركه هذه انجيل اسكو حكومه وحي غرانيا نبي الله محمد انه حقيقه
oo kii hal raaciyidi yahayo u diinihi oo kale diinihi hore oo dhan u joojiyay bay garanay hadeen jiin isku xukumaan saasay garan lahayd wadaday garan lahayd wali xukumaa isku xukumaan ama wali xukumaa ku xukumaan markay wax xukumaan ahlul injiil injiil dadkeedu bima ka anzala allah alla u daji fihi injiil ku dhaxdajiye uma lam yahkum qofkan xukumin bima anzala allah alla u daji qofkan wax ku xukumin oo xeer iyo dastuur ku xukuma فولاي كواسهم الفاسقون وفاسقين حدي قفكا دتك حيرك وحكو حكومي اون دينتا وحكو حكومي دي دينتا حرمده دي او اغوليهين وين دينتو تحقاتها يقول اي دنبيلي ياليين هدي سيدا فميسيهين فاسق نمدا سي دينتا كما يبحين يا قال نمدا يا لشيغي هدي ليهين وحنا تكو حكومي سامبا شرعي كفي عنا وي شرعي اهانيستين وقال دبويان الله وحده وأنزلنا وان دجيني إليك حقا النبي الله محمد الكتاب كتاب كان دجيني بالحق حاله وكل هي كتاب هذا قال أفتاغنا حق بات تاهي مصدقا حاله كتاب كان يفميه لما بين يديه وحي كهر هي ومن الكتاب كتبة ومهيمنا حاله وحكمه أو صحه وحافظ كيه ويه عليه كتاب فيه هره لما ذا كتاب كتاب كور أنزلنا إليك الكتاب أشو أهدية ويوهل كتاب اللو شيئا ماشان دمبو من الكتابنا كتب ربع لو جدا اشو جنسيوي بك مهمين المعنى هو حافظا على الكتاب الى علي يكيه معنى دي وصحيا كتاب البو صحيا وحي لغا بدلي يا وحي لغا تعريفي يبو كصحيا وي وقران كو وحو دب وصحيا وحي تعريفيا او دن مهم بو يهاي وي مهم دين عكل وي هاي وو حكمايو وحي او دن بو ودا نسخيو احكامتي كتبت كلا او دن اسغا با وتبا مركا كتبتي كلا وا لا جوجي كو دقنكاني لنعيها سمهيمنك يا وحافظ بكويا كتبي هوري يعني وصحيا وي وحا يكبر دلين والتغييريين وصحيا إسلام كان حكم كودي أوردن وذا تشوشي وي معني أنزلنا وان دجينا إليك حق هذا الكتاب كتاب في القرآن كاها بالحق حالو كتاب كاسي كلها هي يعني مصدقا حالو هم يي كتاب كاسي لما بين يديه وحكوري ومن الكتاب الكتبة لبرد نعب كرهم ييهم waxa iyo cilmiga iyo tawxiidka ay qorayaan uu qoraya dhinaca uu ka rumeyay dhinacna uu ka rumeyay sifadii nabi ilaahay maxamed wuxuu sheegay ee wixii ay uu nabigu ku soo baxay oo quraanka ku soo baxay wixii kutubta hore ay sheegaysay wa muhaymina xaaluhu ilaaliye yahay xaafid yahay xukumay yahay calihi calal kitaab kutubta hore quraanka wada xukuma oo uu nasaxay isla markaana wixii laga taqyiriyay uu dib ugu saxaya fa hukum hukum marka baynahum دحضوا ذا حكم بما أنزل الله ألا وحي أدجي كحكم ولا تتبع الراعن أهواءهم هودوا ذا الراعن أدقوا كل حنية أما في جاءك كويمت ومن الحقيقة أما اللي حشين ماشا سيقول إنه ولا تتبع تضمين وحلينا الراعن أدقوا اللي حنية معناها تتهي وعن تاسا معناها يدو يهي كل حشوين ماشا هروا في تغيير ليلي كل حكم هذا دونت أميس كقبجيت وحكو يلي مهيان meesha waa la go'aamiyo waxa la yiri kala xukun baa la yiri waxa culimadu waxay leeyihiin aayadan oo aayada hore nasaxdo takhyirki baa meesha laga saaray laakiin looma baahna nasaxe aayada hore yaa sax ah tan waa sax marka aayada hore takhyirki baa wali baaqi yahay wixii alle ku soo deeyay ku xukun hadaa dad ugu doonto wani hadaa dad doonina faraaqa qasaasay sax ku tahay wani allah wuxuu leeyahay wa fahkum ku xukun baynahum dhaxdooda kuwa la xukumayay aan khiyaarka loo lahayn dimbiyiinta iyagu markay nala joogan wixii dulmi oo dhexdooda ah waa in la kala xukuma waajiba ee kuwa la kala aan khiyaarka loo leeyahay waa gaalada heshiiska uu lala yahay isku yar dhex jiro weeyaan faakum xukum baynahum dhexdooda gaalada kala xukum bima shay ku kala xukun anzalallahu alla udajiye walaa tattabic harraacin ahwaahum sida iyagu jecel yihiin harraacin adigoo ka leexanaya amaa tijaaka ku yimido min alxaqiah لكل كل أركو وخلقك كمدا جعلنا وحانو إيا منكم إذنك حالو كمد يهي شرعة طريقية ومنهاجا ودو وإسلام شرعة تنتو أسلهان ودد بيها الله قاب وما شفي عنتك تاشرع لينا منهاجنا ووددا واضحة ونقرصونين وطوصا مركا وحي سلان نقونا يا أتو تفسير وحا ليلا ويو وضيئ الطريق أي قادة بانوصا مينا مركا معانو وكرد قين يهي قلو والبشرع قودي الدين تود إلالهان marka yahuudi tawreed inay ku dhaqanto waqtigoodii waa loogu talagalay waqtiga sharciba uu ahaa ee nasaarana inay injiil ku dhaqmaan baa loogu talagalay idinkana kana la idin ku talagalay
marka waqtigan haadirka kutubihii hore inaad ku dhaqantaan leedin kama rabo dadkan adiga kula joogaana tii hore inay ku dhaqmaan laga ma rabo tan iyaga sharci u ah sharciga hore waa tan qolow walba sharcigeeda iska lahayd iyo diinteeda iyo ku dhaqankeeda iska lahayd marka wixii hore dhan way tageen dadka yahuudi iyo nasaar iyo ciday dooni ha ahaadeen tan u baahda maanta u sharcaawan waxay yeelay tan ay nasiib u heleen inay soo gaaraan لكل كل أركو جعلنا وحان أيا لي منكم إذن كحالو إذن كمدهي شرعة طريقية ومنهاجا وضواضحة ولو شاء الله الله دو دونه لجعلكم وحو إذن كيالي لها أمة جماعة واحدة وكلية ويسكو الدين يعني قلو والباء شرع قارا لوسمي هساهتي الله دو دونه هل دين كليو إذن سين لها لكن دين كليل لإذن كمان لقونا جماعة كليل من كان لقم حايا لي لكن ليبلوك لكن لم يجعلكم أمة واحدة لكن تهالك أسئلتنا كتاري إذن كما يلي جماعة كلية محايا ليبلوكم إنو إذن امتحانه فيما شيء إذن كو امتحانه أتاكم إذن سين معنى هذه أمة كلية اللي إذن كردقنا معنى هذا حوية قصبا هلك دين أتكو وضمار الله هنا بلك إيمان قصبا الله مرة سبحانه وتعالى اختيار بالذين سياسي قفك أمر غاتية كوكالة لوكالة أوغا لوسو كالة سارو اختيار بالذين يهدو الله دونه قصبو إذن كقدق لها إلا تكو هلوة ضمرتان وقصبو إليه لكن خيار بالذين سياسي قفو البدور الشدي سالو أبا المرينة يا ويب عنه الله وحليه هاي ولو شاء الله الله دو دونه لجعلكم وحيدين كييل لها أمة جماعة واحدة وكليه هلوة دال إذن مرين لها قصب لإذن كم مرين لها ولكن إله أمتك لي إذن كميل محايا لي ليبلوكم إنه إذن امتحانه فيما شيء إذن امتحانه آتاكم إذن سيئ وشرعيقا لكياني قفك خيارك وكقاتي قفك خيارك أقل لحظة سيأبا المرين هلك أقل لحظة بركة فاستبقوا أترتما أما أرتما الخيرات إلى الخيرات خيراتك أرتما مهمة واتاون إن أدسك الدين نقطان أدسك الجماعة نقطان مهمة وحاءة إن أد خيركم مربا ميشو تشيرو أدو أرتنتان أرتان كان إنت تشف لي لهذا الأرد مهيئ qof waliba ha isku dayo in aan looga horeyn inaan isku dayo ha isku meel tagay ka dhiganta isku meel hadafkiinu ha ahaado khayraat khayraat kooy fastabiqu utartama oo oratama leh al khayraat khayraat ku oratama ilallahi alla hajishu marji'ukum makanu nuqtiinu ahaday jami'an dhamaantin fayunabbiukum wuxuu idin ka waramay allah subhanahu wa ta'ala bima ki kuntum adahidin takhtalifuna kooy isku khilaafay fihi aniga qoman ya abnaullahi wa ahibahu banahay يا الدين تيدا هجاكسن يتاسع قلوا عن إسبحين ماش مالك محكمة الله تبو الله بقى إذا كان حكومة كي قمنا يكي قلوا عنا الله بقى كلا ساري بقى إذا كان واحد يلقي دونينا خيرات كتير مادان سمح كل يبقى محكمة ده دو تعيش دين كاستكون رغم أو واحد كاستكون رغم فماني خير أو واحد كاستلا إيمان إسكوميل بتعيش أو يمعنيه مرة ده إسكوميل تعيش عن إسراع أو خير كأور الطمع الله مركو ماشى محكمة ده إذا جينا waxa ku khilaafsanaydeen ana qumaniya hebel baqallo anti markaas aba la kala xukumay xukunku weeyaan babaynaka wa binallahi tarjumaan qof walba adiga la wax tarjumaan idin ma dhaxay amalkaagi ba halkan ku yaala naartina halkay afka soo kala haysa khalas haye bima ablayta umrak wargaaj maxad ku baaleysi xageed marsa yaad raacdi maxad caabidi jirtay waxaadii alla idin dhaxayna male amalkaaga un ba ku xukuma waay allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala إلى الله ألا حق سؤالي مرجعكم مكانه ونقض فيه جميعا دمانتين فينبئكم وحيدا كورهما بما شيء كنتم هذا إذن تختلفون فيه قوائشه خلافة حكمكم ما لم تأسوا لعيا وان حكم كلا حكم بينهم بنحضوها ضدك النحضو ذويان بما أنزل الله ألا وحيد دجيه ولا تتبع الراعي أهواءهم جعيل كوضها الراعي وحي إيهم جعيله وحكو حكم وحذرهم كالدكتونو أن يفتنوك عن أن يفتنوك إني كفدنيان كدكتونو أن يفتنوك ذو حي بدل كتاي هم تي بدل كتاي مركا أن يفتنوك هو يماشى هذا الكقر عيان وعذرهم كدكتونو محاك كدكتونا أن يفتنوك إني كفدنيان أي كافدنيان وكالحيان عن بعض ما شيء قارك أنزل الله ألا أدجي إليك عقاق أدجي لمن كوحه يهودة أو علماء بائسة صورها عي أو ابن سوريا كمدي هاي وحالي نورن كانوا أم بني آدم أنا أفهمي شارينه أنت أشاكينه أن لي حين نسيو حق درها وحكومه وضد كان مركع يدتك وقعدان إنا ننبئ هاي إذن حق درها وحكومه وحالو يبنبقي وحالي يورني وهيده وادنا ركتاين أن علمدي يهوديدنا هاي هدان كراعنا ويكراعي يهودي ودنا ويكراعي مركع أنك يقولك هلي يا دودنا دحتا لاي أنك نوحكم
marka aan ku raacno anaga iyo dadkii shacabiga wada noodan aan ku raacno anaga noo xukun bay ku yiraahdeen waa ka diiday nabiga ilaa waxii baa hoggaaminaya nabiga waa ka diiday way garteen marka inuu nabi yahay oo boqor ahayn in danaysta inuu ahayn way garteen marka waa mid aad la leeyahay iska jir yaani ku fidnaynin mana fidnayn karaan iyaga isku dayay inay fidnayaan waana xukun ku kala xukun baynahum dhexdooda بما كي أنزل الله ألا أدجي ولا تتبع الراعي أهواءهم جعل كوضها الراعي وحذرهم كدكتونو أن يفتنوك إني كفدنيان وكليحيان كدكتونو عن بعض ما شيء قارك كالليحيان أنزل الله ألا أدجي إليك عقاد فإن تولوا هدي جيستان مركات حق أشيكتو هدي جيستان وحق قادوا هايان فعلم أقو أنما يريد الله ألا إنو لرحبو أن يصيبهم إنو كو أصيبو ببعض ذنوبهم ذنب قوض قاركي أدون كادم بيقول القارك لو عقال يهودي مركي حق الدين نبي الله محمد بالغو الدري قبل أهم تدبوا كل قحية ماشى بالله قال ربنا قريدنا وكو كم تلو تشوك سدفع قودي عروت هذه هوان قودين الله يستم الضوم الله قدك تين ربنا قوين قاعي خير نظيرنا يقول هذه خيبر هيدا ديو كفوا قي غيبر يفدك إيو مدينة كفوا قاين كل قد وقال قحية دبوا الله قوادا مره وببعد ذنوبهم وين في آخر أنا وأضم ميسا أدون كان ساس على عقاب وين فيتولوا هدي جيستان وحق الديدة وكاد تلقى آدم وايان وكلسو حريري وايان فعلم أقو أنما يريد الله الله إن دونيه أن يصيبهم إنه كو أصيبه وكبلا ييو ببعض ذنوبهم مثل بيالك وذقارك وكالق حيي وإن كثيرا إنبضا ومن الناس ذاتك كميدهنا لفاسقون كو وضع عدا الله كبحيوه قيب ويين وذاتك كميده ضع عدا الله كبحيوه معنى وحلق وضع ذاتك فرها بلين كو إيمانيه مدولي وكليه وكراعي دوني تان إيه لي سيدان إيه وحاد كود تلقشا إنين وده هكاك سنين كود تلقى إن كثيرا إنبدا ومن الناس ذاتك كمده لفاسقون ضعاد على كوك بحيوين أفا حكم الجاهلية مجاهلية حكم كيسيبا يبقون طلبيا ومن أحد كيبا أحسن كون أكسن من الله ألا حكما حق حكم الدا ألا يكون أكسن لقوم بسؤون أكسن يهي يقنون يقينيين معنا وحوي حكم الجاهلية وحكم هذا النوع إيه حكم الجاهلية كم هذا إنسان أنا قد ضانه وحنا أقول حكم لا لوش كإلا قاته إن دتك كلا سرية أو قيبنا مكتوب إن تاتها قيبنا مكتوب إن تاتها وحكم جاهلية أوية بلك جاهلية عربتها يا بكسي بالنظر جاهلية عربتها أو ها عربت ويسلين شيرين ويسبابي شيرين ويسلمي شيرين أصنام بيعبد شيرين كون يهود وحلاقي يا بأصنام تيني نستداس وواحد نين بسورة قال هدية لكن كلامه ويان أصنام توكم واحد نين marka hukumka jahiliga hadda la sheegayay nabiga ka rabeeyay wuxuu ahaa inuu eexdo oo qaar siday doonayaan oo uu hukumo warma waxa ay doonayaan hadii hukum la doonayo allah ayaa ka hukum wanaagsan xagee looga leh midal masaladu waxay tilmaamaysaa waxa dad fara badan baa waxay aaminsan yihiin sharcigu inuu wanaagsan yahay laakiin aan lagu dhaqmi karin fi waqti haadir bay kulay dad badan baa aaminsan kulli bar ruuxi horta wuxuu ku dhaqmo xeer bu kulli ku dhaqmo in ruux xeer la aan dhaqmayo ma jiro xeer hadii lagu dhaqmayna sharciga ka wanaagsan oo ka dhibyar oo wax waliba ka sahlan yihiin ruuxina kulli xeer buu ku dhaqmayaa oo marka lama qaadan karo dadka aaminsan oo waxa weeye waxay halqab soo dhigtaan gacan goynta iyo rajmiga iyo gacan goynta iyo rajmiga lagu bilaabayo dadka marka dadku sharciga qaataan oo toos u qaataan xabad xabad faasidka soo hadhay waxa inta faasidka bukootay oo la jari way ee gacan goyntu ma wax dadka lagu bilaabayo ma iyo dhibka iyo waxa rajmiga noo 13 sano tawxiidka uu la faafinayay ودين تددك اللي قوسوا داري كدبا تشريعا وإيمانا ياوين أفا حكم الجاهلية ما جاهلية حكم كيسيبي يبقون الضلبية إحمي يضلبياني يكال سرين ومن أحد كيبا أحسنوا كونا أكسن من الله ألا حكما حق حكم الدا عر الله يا كونا أكسن حكم كالله الله يحانا يأن الله هين إيه وناك اللي واكه لقوم بسؤونا أكسن يهي يقولون يقيني يبو ألا لي يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تيه يا أيها المؤمنون ويكدغن تاي الموصول مع صلتي في قوة المستقبل لكن قلت فسر تاي يا أيها المؤمنون يا أيها الذين كوي آمنوا مؤمنوا بيهم لا تتخذوها كيالنين اليهود والنصارى أولياء صاحبها كيالنين بعضهم قاركو أولياء وبعض قارك كلا صاحبك ويان إيجا إسو صاحبه مركا دي إيجا لم يثن نغنينو مركا واحا انت بدن اللي إسجدق إياي حق معاملة ده دين نبدي شرتون على ذي شرين معاملة السداس ومسيفة جو والله كلا جن عسان كنا مركين نبدي شرتون إيه حق الدين أهان إيه صاحب أهان إيه سرته الله شيوه حق هالكلام معاملون بالليل حق الدين تهكلا تشنن هو قد واني دين تهكلا فجاته يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي لا تتخذوها يالنا
اليهود والنصارى لبدا قولا أولياء صاحبها كيالنين بعضهم قار فوضبا أولياء بعض قار ككلا مركز سورة قال ماها يقو قال لمي يحمان صاحب كوا إن القفك المؤمنك أولا سي صاحبا دوينو قال لماذا كرها عوي سيكالا أولا ما صاحب كرا ولن ترضى عنك اليهود بالي والنصارى حتى تتبع ملتهم دال لصاحبتو اسكد ديدو إلى دين هذا لصاحبتو إلى دين تقبي أهان أتكبح هذا كأمين ما يرالي كاما إلى أتكبح هذا قبي أهان ومن يتولهم قفك كالصاحب لكته يهودي النصارى أو منكم إذنك إذن كميده فإنه قفك منهم يقو كميده يقو لحزبي هاي يقو لشالي هاي وي يقو كميده بك يقو كميده معنى ذو حوية هدي توحيد شؤون حتى أكبح وكو حضرات سورة عسيا هو أنقو إسلام كأقو تسيا إنه يكا هدو توحيد كبح حين واسدان وأنه بال قفك للصاحب إنه لقن كيسي يدبي عدي سيالا وهو باله ومن يتولهم قفك كالصاحب لكته يهودي النصارى ومنكم إذنك إذن كميدي فإنه قاسم منهم يقول لميدي هاي وكال الدين هاي إن الله الله سبحانه وتعالى لا يهدي مهنونيه ووضد حق أمط الصاليه القوم قوم الظالمين والظالمين انت سوح إشارسا يهودي النصارى قفك الدين أهان ولدت شدو كالصاحب بردك والظالم مرهدو الظالم نغضنا الله سبحانه وتعالى ودد حق أكسو ريدي مهيه شيطان انت اللي قدره وشيطان كدو سنية من يعش عن ذكر ربه نقيده الشيطان القرآن كمركي اللي قبحه لنا على وجهه تدو واحد رعده هو شيطان وي لبدا ودهم باتت وده كلام كيرت وده حقه مركات كله حتى وده شيطان وي الله وحليه هاي إن الله ألا لا يهدي مهنونيه القوم قوم الظالمين والظالمين الله وحليه فترى وادر كيسان نبي قال الله هذي الذين كوا في قلوبهم قلب قدم مرد كيرت كوشتهم منافقين تا يسارعون إني أدك دقيان فيهم في موالاتهم لصاحب نمضوا يحريرين طوضا إنه أدك دقيان يقول مركي اللي إله دور محاد كدونا نيسانا يقولون وحيدهيان نخشى وحن كعب سنينا أن تصيبنا إنينا أصيبتون نقول لعضو دائرة بلاي الزبنين بلاي وقتي بلاي وريت إنينا نقول لعضو ومركا إن بسجيسي هرورسي كهرور سلهين أي نود ديدان أما إنت هيتشبتو قولنا المسلمين تشيغا نيساي أي يقول حيوك كليه صوهرك أي نقضى مركا أصيحر دقنين وهذا إحساس الله صاحبنا ما إلهي وحد كدوني سمر كلي أفكي وحي كليه لا إله إلا الله بكليه هذا نكون إلى الرقم أو سر تودي وحد الحق مركي إلى هو رواسي ذينا دباتهم كي يابين وصيح يردقنا إنايو سدواني إن النوع لادين لأن قولنا الحال كذا لما هو بي قولنا وحوية وقولنا نظيف هو وحي أم مغدان قولنا النبي قال لك وكتاي ذا لقد تبرهوني هاي أنه قولنا دي جزيرة العرب خلقي قد قلنا نبال العلا marka way islihi karaan munaafiqu islihi kara qolada kullayba waa laga adkaan xaaladooda hagaag mayso fatara waad arkaysa alladina kuwa fi qulubihim qalbiyalkooda marad jirta ku jirtay munaafiqnimo usariin inay u degdeg fiin fi mawalati yahud wa nasara yahudi wa nasara la xiriirkood ila saaxibnimadooda inay u degdegayaan yaquluna waxay dhahayaan markii la ila warwaadin sidee naqsha waxaan ka baqayna an tusibana inay nagu dhacdo daairatun balaaya wareysa inay nagu dhacdo oo qolana laga taagroonaado oo marka abaari inay dhacdaan suura gala oo haruursigi aan ka haruursan lahayn aan ka weyno allah marka wuxuu leeyahay fa asallahu alla wuxuu u dhaw yahay mudan yahay asadul haqa alla waa xaqiiqo weyn an yaatiya inuu la yimaado bil fadh furasho iyo nasr oo muuminiintu nasr helaan aw amrin amr inuu ka yimaado haqa alla amr inuu alla la yimaado min indii xaqiisa oo yahuud amr ba lagu siiyo oo la qixiyaba gabigooda ba la qixiyo meeshaba inayna deganaan baa suura gala marka asallahu dhina cala waa haqa luqa ahaan waa rajo laakin haqa alle dhabay ka tahay allah subhanahu wa ta'ala mu'mininta wuxuu u balan qaadaya in ayagu taag roonaan doonaan oo nasriga heli doonaan isla markaana yahuud amar allah uu ku dhici doono iyo nasaaro amar allah ku dhici doono oo la musaafirin doono iyo allah u balan qaadaya way asallahu allah wuxuu u dhaw yahay mudan yahay an yaatiya inuu la yimaado bil fadhi furashiyya nasri أو أمر الأمر إنه لي ماذا من عندي حقي سكلي ماذا أمر بأو كبحي يهود بها لبابي إنه أمر كبحي سورة قاله أو فيصبحوا أي أهادان منافقين تي على ما أسروا وحي أي قرسانيين في أنفسهم نفتوا ذكو قرسانيين نادي منك وقم موضة على ما أسروا ذو حي كتا على الغداء نادي من ذا الدنباء فيصبحوا أي أهادان نادي منك وقم موضة على ما شيء أسروا أي قرسانيين في أنفسهم نفتوا ذكو قال لماذا markay ay dhacdo in islaamku adkaado xoog bato ay dhacdo oo alla amarkiisu yimaado oo laga xoog roonaado yahuudiyi wixii la halmaala gaalnimadii ay qarsanayeen markaa qoomamoono allah daanu muslimnimada iska muujisan lahayn
ilaa waa lagu ogaanay gaalay ilaa baa lagu ogaanay markii qoladan saaxibada ilaahay jabto munaafiqnimadoodii in lagu la xisaabtamay ka yaabayn oo la ogaado way fashilan yihiin fayusbuxu ay ahaadaan calaa maa asaru waxay qarsanayn fi anfusihim naftooda naadimina kuwa qoomamood wayaquulu waxay odhanayaan alladiina kuwa aamanuu mu'minoobay ahaaulaa'i kuwaasi alladiina kuwii miya aqsamuu ku dhaaranaya billaahi alle ugu dhaaranayay jahda aymaanihim dhaartooda midda ugu adag innahum iyagu lamacakum ciinna inay yihiin cidda lala hadlayo mu'miniinta way wax sidan leh laakiin cidda lala hadlayo waxaa lagu fasiray yahuud bay la hadlayaan war yahuude kuwan soo kuwii idinka idinla jiray maaha munaafiqiintan annaga isu soo kaaya bibihinaysa ee waxa weeye idinka soo cararaysaay kuwii idinka idinla jiray maaha waxaa kaloo suuragal oo lagu fasiraa oy uguna dhowdahay mu'miniinta dhexdooda waxay isleeyihiin war waxaan yahuudda uun ku sii socday soo wixii muslimka sheegan jiray maaha maxay leeyihiin wuxuu mu'miniinta dhexdeeda ku sheekaysanaya yaquulu waxay dhahayaan alladiina kuwa aamanuu mu'minoobay ahaaulaa'i kuwa munaafiqiinta ahi alladiina kuwii sooma aha aqsamuu ku dhaadanaya billaahi alle dhahda imaanihim dhaartooda midda ugu xoog badan innahum iyagu lamacakum inay micina yihiin oo idinla jiraan muslimiin yihiin soo kuwii ma aha wixii mu'miniinta dhexdeeda sidaasna xabidad way burburtay acmaalahum camalyaalkoodii buu alla leeyahay faasbaxuu waxay ahaadeen khaasireena kuwa khasaaray oo waxa weeye kuwii saaxiibada ay la ahaayeenna way jabeen kuwanna way fashilmeen oo xagga mu'miniintana way ka fashilmeen meel cillaa bay taagan yihiin adduunka waa khasaarahaas ahaysa aakhirana hadalkeed bay iska dhaa xabidad acmaalahum acmaashoodii baa burburtay faasbaxuu ahaadeen khaasireena kuwa khasaaray yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ee fiicano man yartadda qofkii ka noqda minkum idinka xaaluu idin ka mid yahay can diinihi diintiisa ka noqda fasawfa yaati illaahu ilaah baa la iman biqowmin qowm yuxibuhum jecel wayuxibuhum uu jecel yahay wayuxibuunahu alla jecel adillatin u dabacsan oo u naxariis badan cala almu'miniina mu'miniinta acizatin ku ad adagoo ku xoog badanoo naxariis la yawlu ah calalkaafiriina gaalada mujaahiduuna way dagaalamayaan fii sabiili illaahi alla wadadiisay u dagaalamayaan walaa yakhaafuuna kamana baqayaan lowmata laa'imin mid dagaalama dagaalkii kama baqayaan sida munaafiqiintu ay yahuud uga baqayaan yahuuduna ay uga baqayaan oyna xaqa u caddayn karaynin iyo kuwa alla uu keeni doonaay kuwani hadday gaalnimada doortaan kuwii diinta ka noqda meeshoodii waxaa bedelaya kuwa alla jecel alla jecel yahay oon cidna dan ka lahayn waa bishaaray ahaydoo way dhacday baa layidhiyo waxay dadkii reer yamaneed nabigu wuxuu leeyahay calayhi isalaatu wasalaam qowmu haadaa abu muusa alashcari leer reer yaman beri dambe iyagoo doonya wataa intay badda soo raaceen bay nabiga madiine ugu tageen markaa reer yamaneedna diintu dagaalkuma gelinay si dabacsan bay u gashay intii ka dambaysayna waxay u badnaayeen dadkii murtadiintii dadkii ilaa 7 qolo yaa murtad intuu nabigu joogay 3 qolaa murtad noqotay intii ka dambaysay bilbatar 7kii cumar abubakar sidiiq oo kale dhowr sidaasoo kale dagaalka inta badan reer yemeneed baa galay marka waa bashaarada uu inta badan reer yemeneed baa galay dagaalka ciraaq wixii lagu xoreeyey reer yemeneed bay ahaayeen sidaasoo kale ilaa baxrayn wixii socday reer yemeneed bay ahaayeen allah wuxuu leeyay yaa ayuha aladiina aamanuu qofka dadka mu'miniinta ahu man yartadda qofkii ka noqda minkum idinka xaaluu idin kamid yahay can diinihi diintiis fasawfa yaati illaahu allah baa la iman biqowmi qowm yuxibuhum alle uu jecel yahay wayuxibuunahu iyaguna alla jecel adillatin u dabacsan u naxariis badan cala almu'miniina mu'miniinta acizatin ku xoog badan oo ku ad adag calalkaafiriina gaalada u naxariisanayn mujaahiduuna way dagaalamayaan fii sabiili illahi alla wadadiisa ku dagaalamayaan walaa yakhaafuuna kama baqayaan lowmata laa'imin mid dagaalama dagaalkiisa mucaarad kama baqayaan weye macnihi mid dagaalama dagaalkiisa dan kama leh alla darti bay u socdaan cid kasta oo eedaysa ama wax u keentay ama xoog baanu ku muqoonin tiraa dan kama laha daalika sidaasina fadlullaahi alla fadligiisi weeye yutiihi uu siiyo man yashaau qofkuu doono wallaahu alla waasicun fadluhu fadligiisu waa ballaaran yahay caliimun cilmigiisuna allana caliim weeye wuu ogyahay wax walba wuu ogyahay in waxa weeye mu'miniinta loo dabacsanaado gaalada lagu ad adkaado alla la jeclaado allana ku jeclaado oo waddadii alla aad martahay waa fadli alla qofku doono unbuu siin alla muxuu siiyey intii nabiyulaahi maxamed raacday buu siiyey daalika kaasi fadlullaahi alla fadligiisii weeye yutiihi uu siinayo man yashaau qofkuu doono wallaahu alla waasicun fadluhu fadligiisu waa ballaaran yahay caliimunkii og weeyaan marka waxaa la yidhi yahuud iyo nasaara
ولي هكذا صاحب هكذا النهاية يا حزب الله لنقن إنما وليكم مامولهين كإذن مامله إلى تخضب فيسان لتبايا الله ولي ورسوله الرسول كي سويه والذين كوي آمنوا مؤمنون الذين مؤمنين يقيمون الصلاة الصلاة أوغي دائما ويؤتون الزكاة الزكاة بحيني وهم يقولون راكعون تكذا فعلا تكذا ويقيمون الصلاة وصفة لك بحيني وددك صفة دون أيتها إني صلاة تكذا وهم راكعون بالفعل بأتكنا يعني صلاة كما تكتبون مركا راكعون الصلاة بمثاليسة مركا قفك مؤمنك أهو ولقاك هو الله يا رسولك المؤمنين تكون صاحب كاكو صاحبك سكيها هو الله يا رسولك يا مؤمنين تكون صاحبك لكن كواكلة صاحبك كدقاني قارها صاحب ديني هكدقاني إنما وليكم سكيهن ماموليهن سكيهن يا صاحب دين الله ورسوله رسولك سويه يا والذين كوي آمنوا مؤمنوا الذين مؤمنين يقيمون الصلاة صلاة تكني وصفة ضوض أهد إني سيتشوك تأسلا دعو تكذا ويتون الزكاة زكذا نبحيني وهم يقون الراكعون تكني بالفعل وتكني صلاة عين مركلي كتغني ومن يتولى الله الله قفك كول الدكتا والرسول والرسول الله قفك كول الدكتا والذين قفك كول الدكتا كوي آمنوا مؤمنوا به فهم حزب الله الكاس يقول عيسى جواب محايا لي فإن حزب الله حزب قالنا هم يقول الغالبون هو هذا حق بدون جوابك وحفصيرا فإن حزب الله إذا يا جوابك فصيرا يوان من تهر جوابك ما كده حالة دو إسكا عدها الله يا رسولك يا مؤمنين ولي كده إياغا حزبك هذا قل حزبك الله بأتكاني لباتك استعدي كيف حزبك الله بأتكاني ومن يتولى الله الله قفك كوالي دكتا ورسوله ورسول الله قفك كوالي دكتا يا والذين كوي آمنوا مؤمنوا بي فإن حزب الله حزبك الله هم الغالبون يعني أنتم من حزب الله بأتين هذا سايشان حزبك الله نيسك أتكاني يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي لا تتخذوها كي لننا الذين كوي اتخذوا يا شي دينكم دين تين هزاء جاس جاس والعبا عيار عيار ومن الذين كوي كمذا أوتوا الكتاب كتاب كالسي من قبل كبرتين اليهودي نصارى والكفار قال ذا لسي والكفار حقيقوا عطفان تهي لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم لعبا وله من الذين أوتوا الكتاب والكفار نهكي لنا الذين هذركوا عصمتا قال ذا نهكي لنا أولياء صاحبها كي لنا وحوي الدين تبا يكون جيسيسيا وحوي بالمثل آذان كوكلا بي ليا بيهم بل وحي وحي كنا واقيا دين تي هذا القرآن لقد الله غريا ويكبوا قيا كوا مرنا والدين تي نكوا كو جيسيسيا جيسيس كالكتا أو حينينا وحوي مهماتي نقهرتين بحضيهم علي ده وينك يا رجع متكيف بدن هدي وذاته ده لو قدر هواينك هكذا بدن بدن وقورس لا قورسنا يه وذاته ده ولو جيت سيوي ومسألة شكت ويجو وذاته ده حلوة استدت شلع سن أو وحبا هين وحنا الله ربي وذاته ده دت كدت كهجامية إن النقطة بالله ربي أو شرع يبرأ أو وحبرا إن النقطة يا الله ربي رحمة الله عليه الشيخ بابو حديه تري نبى دور ويل دلة يبني دور ويل ودلة كوا في عشان ورجل نمدلة وأديك سبوي كأوجح بوليه بوين كان يسوق تور كلامه كانوا عن قرآن كبر وأرضه كذا قيمة كلامه مركز رج الدين توه جامين يا ورجع وحوي رج يري رأي الله جتني واحتروا وعي معناه وبرجي ورشاس وعينك وحال الدنيا يا قف كدين جاهين قف وحشقيسن كر أضدك وحنونك كر أضدك وعشي كره إنه يهي بالله ربع أو ده مجتمع كمد الله ربع أنك ضعيف سنين marka waa jeesdees diinta lagu jeesdeesay hadii culimada loo qaato inay ducafay yihiin waa jeesdees diinta lagu jeesdeesay ya ayyuhalladheena aamanu dadka mu'miniinta ahow la tattakhiduha kayalanina alladheena kuu ittakhadhu kayashdiinakum diintina huzaan jeesdeesa wal ciban ayaar oo min alladheena kuu kamida utul kitaaba kitaabka latii min qablikum hurtin wal kufara galadana saahibaha ka kayalanina saahibo iyo wal kufara galada awliyaa la tattakhidhu maf'ulki ugu dambeeyo waa awliyaada لا تتخذوا الذين أوتوا الكتاب والكفار أولياء صاحبها كيالنين واتقوا الله ألا كبقى ولله كبقى أو كتلقاته إن كنتم هداتين مؤمنين ضد مؤمنين هداتين الله كتلقاته سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى.